العظيمة تبهر العالم بأسره بهذا المؤتمر الضخم والأبرز على الساحة الدولية، مؤتمر COP27 لتغير المناخ بكل ما فيه من جلسات وفعاليات ثرية للغاية بتهدف في الأساس إلى التنفيذ، تنفيذ كل ما سبق من تعهدات من أجل مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي، تنفيذ كل ما تم من قرارات حيث تخرج هذه القرارات المصيرية والعاجلة والفورية وتنفذ على أرض الواقع من هنا من مدينة السلام من مدينة شرم الشيخ. للحديث بشكل أكثر تفصيلا عن أبرز الجلسات والفعاليات التي شهدها مؤتمر COP27 لتغير المناخ منذ اليوم الأول وحتى الآن، يشرفنا على شاشة التلفزيون المصري السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف COP27. أهلا بسيادتك سيادة السفير. أهلا بك. أهلا بحضرتك. الحقيقة إنجاز ضخم ومبهر أمام كل العالم، بنفخر به جميعا كمصريين. هذا التنظيم الرائع لهذا المؤتمر بكل ما فيه من جلسات وفعاليات، والهدف كمان الأهم من هذا المؤتمر معا للتنفيذ، وده اللي بيميز هذه النسخة 27 اللي بتنعقد هنا في مدينة شرم الشيخ. سيادة السفير، يعني منذ اليوم الأول وحتى الآن، ما أبرز ما تحقق في هذا المؤتمر؟ يعني حتى الآن كانت محطات متتالية الحمد لله وفقنا فيها، بداية من اعتماد جدول الأعمال، لأن المؤتمرات المناخ كل سنة بتشهد صعوبة في تبني جدول الأعمال لما تكون في طلبات من دول لإضافة بنود جديدة. إحنا كان هذا العام في حوالي 8 بنود جديدة، فعملية التفاوض السابقة على الافتتاح كانت بالغة الأهمية عشان نطمئن أنه الافتتاح يمر والأجندة يتم اعتمادها دون مشكلات. ليه ده مهم؟ لأنه سياسيا الغرض نتفادى نقل أي رسالة للعالم أنه الدول مش قادرة تتفق حتى على جدول الأعمال، فدي كانت مسألة بالغة الحساسية واستغرقت جهد كبير، لكن وفقنا فيها وتم الاعتماد فورا. التحدي التالي كان تنظيم حدث بضخامة الفقرة أو الجزء الرئاسي في هذا المؤتمر اللي كانت يومي 7 و8 نوفمبر. المضاف من جانبنا أنه لم نقتصر على إلقاء الكلمات الوطنية من جانب القادة والرؤساء، وإنما أضفنا إليها موائد مستديرة تفاعلية للرؤساء، كانوا بالتوازي كل يوم في 3 موائد في اليوم الأول و3 موائد في اليوم الثاني، وتم إبلاغ كل الرؤساء اللي يبلغون برغبتهم في أي من الموائد يريد أن يتحدث فيها. وكانت الفكرة من ده أن كل رئيس يذهب إلى مائدة مستديرة يكون حريص بالفعل على أن يتفاعل، مش بس يكتفي بإلقاء كلمة معدة سلفا. ولم نقتصر على الموائد المستديرة تضم رؤساء، وإنما تم إدماج الدوائر دي يكون فيها ممثلين مؤسسات التمويل الدولية زي البنك الدولي وصندوق النقد وبنك التنمية والإعمار الأوروبي وما إلى ذلك، بالإضافة للقطاع الخاص والمؤسسات المالية الضخمة وأصحاب المصلحة الآخرين بما فيها المجتمع المدني. فكانت الحقيقة تجربة ثرية جدا جدا، نقلتنا من مصاف النقاش كل رئيس يتحدث إلى الآخرين إلى عملية حوار بالفعل بين الأطراف أصحاب المصلحة المختلفين، حكومات ممثلة على أعلى مستوى قيادات الدول بالإضافة لأصحاب المصلحة الآخرين. فالحقيقة كانت منتجة وجيدة جدا. فده اليوم الثاني والثالث، بدأت المفاوضات عقب ذلك، والعملية التفاوضية بين 190 دولة مسألة ما بتشهدش تقدم يعني فوري وسريع، لأن لابد من التوافق ما بينهم. صحيح. هتستغرق وقت بطبيعة الحال، ولكن المفاوضات بدأت واقتربنا من نهاية الأسبوع الأول، أو بالفعل انتهينا من أول أسبوع، ويبقى أن التقدم معقول وجيد جدا في مسارات التفاوض متعددة الأطراف. ولكن في الأسبوع الثاني الوتيرة بتزداد وبيأتي وزراء من دولهم وتبدأ الأمور تتطور نحو الوصول لهدف النهائي أن يكون في مخرجات ملموسة في الإطار التفاوضي. ده بالإضافة للجانب الآخر اللي بنسميه خارج الإطار التفاوضي اللي بيشهده كل كوب كل سنة. نعم. وتابعنا كمان سيادة السفير أنه كل يوم بيحمل عنوان أو بيحمل ملف، يوم للعلم، يوم للشباب، وتم طبعا إدراج والشباب في هذه الموائد المستديرة، والحقيقة كانوا بيطرحوا أفكارهم على الطاولة مع صناع القرار. وأعتقد أن دي برضو الحقيقة كانت خطوة أول مرة تظهر في مؤتمر لتغير المناخ هنا على أرض مصر، ويوم للتمويل ويوم لإزالة الكربون، فهي موضوعات
مختلفة كلها هدفها واحد طبعاً الوصول إلى قرارات تنفذ فيما يتعلق بالحد طبعاً من الأثار السلبية لتغير المناخ. لو هنتحدث عن الفعالية اللي احنا شاهدناها الخاصة بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأبرز الملفات التي تمت في لقائه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والكلمة التي ألقاها أيضاً الرئيس الأمريكي، الرسائل من هذه الزيارة ومن كلمة الرئيس الأمريكي. تمام، طبعا زيارة الرئيس الأمريكي تأتي في إطار رغبته وحرصه على المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ. نعم. وتأكيد لحاجة يدركها الكثيرون وهي أن قضية المناخ تحدي وجودي فعلي، وأن الكل لازم يساهم فيه، وأن كل دولة تريد أن تظهر للعالم أنها تقوم بالفعل بإجراءات وتريد الإسهام في هذا الجهد الجماعي الدولي. الرئيس الأمريكي بطبيعة الحال كان عندهم انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، وبالتالي حال ذلك دون حضوره في الشق الرئاسي. نعم. ولكن بدافع الحرص على أن يتواجد في هذا المؤتمر في مصر وأنه يساهم ويلقي كلمة محورية حول الرؤية الأمريكية ويؤكد حتى للعالم الخارجي أن الولايات المتحدة تحت إدارته عادت إلى العمل الجماعي الدولي في هذا الخصوص بعد ما كانت إدارة الرئيس السابق ترامب أحجمت وتراجعت وانسحبت من اتفاق باريس، فهو يريد أن يؤكد أن الحزب الذي ينتمي إليه وأنه هو شخصيا شديد الحرص على التواجد على الساحة الدولية. ومن ثم جاءت كلمته كاشفة عن ذلك، حيث أشار للإجراءات التي تم اتخاذها داخليا بالولايات المتحدة وإلى تمرير تشريع بالغ الأهمية يتعلق بالداخل الأمريكي، ولكن الولايات المتحدة ثاني أكبر صاحب إسهامات في الانبعاثات. نعم. وبالتالي يهمنا أن تقدم الولايات المتحدة على خطوات جدية إيجابية لخفض الانبعاثات. وبالإضافة إلى ذلك أعلن عن الكثير من الإسهامات المالية التي تنوي الولايات المتحدة تقدمها، سواء في مجال مساعدة الدول الأخرى على خفض الانبعاثات أو مساعدتها في التكيف مع الأثار السلبية لتغير المناخ. نعم. ده كان الجزء المتعلق بالرئيس بايدن، ولكن زي ما حضرتك تابعتي وعدد ضخم جدا جدا من الحضور كان متواجد، مصر والولايات المتحدة نظمت حدثين متتاليين برئاسة السيد الوزير سامح شكري رئيس المؤتمر الأطراف والمبعوث الرئاسي المناخ الأمريكي جون كاري، تناول أولهما مسألة التكيف في أفريقيا. نعم. وثانيهما هتطرق إليه بعد دقيقة واحدة، أهمية ودلالة الحدث الأول أنه تعاون بين الولايات المتحدة ومصر لتقديم حزمة متكاملة من المشروعات والدعم والتمويل والتدريب والتأهيل لأفريقيا. نعم. الولايات المتحدة تريد أن تؤكد للعالم أنها ليست ضاغطة وداعية لخفض الانبعاثات فحسب، وإنما هي واعية أيضا بالصعوبات التي تواجه الدول النامية ومستعدة بالتالي لأن تتعاون مع دولة أفريقية ينعقد الكوب على أرضها الأفريقية لتقديم الدعم لها. من جانبنا كمصر حرصنا أيضا على أن تكون الأولويات الأفريقية والشواغل الأفريقية مما يتم طرح مبادرة جدية بشأنه، ولذلك عملنا مع الولايات المتحدة على مدى ما يزيد على 8 شهور لبلورة هذه الحزمة المتكاملة من المشروعات ومن الدعم المالي ومن برامج التدريب، ومركز تدريب سينشأ في مصر خصيصا لتدريب الخبراء والعلماء والمجتهدين الأفارقة والمسؤولين الأفارقة المعنيين بالتكيف. فاخترنا الأولوية الأولى لأفريقيا وعملنا لها مركز تدريب هنا في مصر. هذه الحزمة مكتملة بالغة الأهمية وسيكون لها أثر، وهعود لكلمة حضرتك كوب التنفيذ. نعم. هذا هو تجسيد لهذه الكلمة، هي ليست عناوين أو لافتات، وإنما رؤيتنا في صياغة كل ما يتعلق بهذا المؤتمر قامت وتمحورت حول فكرة التنفيذ، وجسدناها بالدليل العملي بما شاهدتي حضرتك دلوقتي بمبادرة التكيف في أفريقيا ومشاريع التي قدمناها بالتعاون مع الولايات المتحدة. المبادرة يا فندم بتشمل أنظمة الإنذار المبكر أم التكيف؟ يعني هي المبادرة بتشتمل على أي تفاصيل بالضبط؟ تشتمل على حزمة من الإجراءات تعهدت الولايات المتحدة بدعمها. موضوع الإنذار المبكر بالغ الأهمية، والحقيقة سكرتير عام الأمم المتحدة طرح مبادرة لتغطية العالم كله بأنظمة إنذار مبكر على مدى 5 سنوات. الولايات المتحدة أتت لدعم تلك المبادرة خصيصا فيما يخص أفريقيا، لأنه لو تأملتي حضرتك أن التأخير 24 سنة في الإنذار المبكر يؤدي يقاس بوفيات وبدمار، يعني مجرد وجود إنذار مبكر كفيل بحماية أرواح وممتلكات. صحيح. فما بال لو الإنذار مبكر كفء؟ أفريقيا من أفقر القارات في العالم
فيما يخص تغطيتها بالإنذار المبكر. نعم. يكاد يكون 80% من القارة الأفريقية غير مشمولة بأي نظام إنذار مبكر ضد الأحداث المناخية. نعم. فهذا واحد من المشاريع التي تبنتها الولايات المتحدة، أعلن الرئيس بايدن، ثم أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي كاري أيضا عن طائفة أخرى من الدعم، من بينها دعم مبادرة كان قد أطلقها سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 نيابة عن الرؤساء الأفارقة في كوب 21 في باريس. نعم. هي مبادرة التكيف الأفريقية. هذه المبادرة شهدت صعودا وهبوطا في الاهتمام، أحييناها أو سعينا لذلك وعدنا لاستضافتها في مصر، وقدمت لها الولايات المتحدة دعما أظن $25 مليون إضافة لدعم إضافي سيأتي من مصادر أخرى. شركات متعددة الأطراف ذات ثراء ولكن لها أذرع خيرية. نعم. تطوعت بمبالغ لدعم بعض هذه المبادرات. هي طائفة كبيرة، أنا لا تحضرني يعني تفاصيل لسه تليت علينا منذ دقائق، ولكن تتنوع وتتعدد، بعضها للإنذار المبكر، بعضها لصغار المزارعين والفلاحين في أفريقيا، لتشمل 15 مليون عامل زراعي في أفريقيا سيتم تغطيتهم بهذا الدعم جانب بناء قدرات اللي هيكون في مصر. فهي طائفة عشان كده سميتها حزمة، وبالتالي احنا سعداء جدا جدا بده، لأنه فعلا يعني الولايات المتحدة استفادت من هذا الإسهام، مصر استفادت منها، ساهمت في تقديم هذا الدعم لأفريقيا، والمستفيد في النهاية هم المواطنون في أفريقيا، لأن قطاع التكيف يعاني من الدعم. نعم. وهو يتعلق بالزراعة وبالري وما إلى ذلك، فده شيء نفخر بأن احنا ساهمنا في تقديمه للقارة الأفريقية. نعم. آخر سؤال معالي السفير، يعني دلالة أن تخرج القرارات التي سوف يتم تنفيذها سواء بمبادرات أو فرص للتعاون والتضامن من أجل مواجهة كل التداعيات الخاصة بالتغيرات المناخية بالتخفيف أو بالتكيف وغيرها من المبادرات، دلالة أن يخرج ذلك من مدينة السلام، من مدينة شرم الشيخ على أرض مصر. تمام. اسمحي لي قبل ما أتطرق لده، أنه كان في حدثين متتاليين بعد ما عملنا الحدث المتعلق بالتكيف، كان في حدث ثاني الحقيقة عن برنامج نوفي. صحيح. وهو برنامج متميز أعدته الدولة المصرية، السيدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي قادت هذا الجهد، ولكن هذا الجهد يحتاج إلى تمويل. ميزته عما تم تقديمه لدول أخرى أنه نابع من مصر ومبني بملكية مصرية وطنية، وتم صياغته والآن يتم تمويله. فلحشد هذا التمويل الولايات المتحدة وألمانيا وبنك الأعمار الأوروبي اجتمع وعملنا معهم وزارة البيئة ووزارة التعاون الدولي طبعا والخارجية في مفاوضات على مدى الفترة الأخيرة، وقادتها يعني الدكتور رانيا المشاط هذا الجهد بكل بالإجمال، أسفر عن حزمة الدعم المالي الذي تم تقديمه اليوم لدعم برنامج نوفي المصري. فمن الإنصاف طالما أنا ذكرت الجزء المتعلق بالتكيف أن نذكر أيضا هذا الجهد المشكور اللي قامت به عدة وزارات مع وزارة التعاون الدولي لبرنامج نوفي، وهو بالغ الأهمية لخفض الانبعاثات المصرية مع مراعاة البعد الاجتماعي فيما يخص أيضا إدارة المياه. نعم. والأمن الغذائي. بالنسبة لسؤال حضرتك عن قيمة ودلالة حدوث هذا على أرض مصرية، أمر نفخر به. هذا المؤتمر تتعاقب رئاسته دول مختلفة، وهو تنافس جيد أن كل دولة تريد أن يكون المؤتمر الذي انعقد على أراضيها علامة فارقة ليس بالشعارات أو بالكلمات، وإنما بالفعل فيما انتهى إليه، ليس مجرد في المقررات والقرارات التي تصدر عن المفاوضين، وإنما بنفس القدر من الأهمية وربما أكثر فيما يخص التنفيذ الفعلي. صحيح. الذي هو في الحقيقة الهدف والمنشود في هذا الجهد. نعم. فإحنا نفخر أنه تخرج أي إيجابيات وتؤكد أن ما نصب إليه ليس مصلحة مصرية فحسب، وإنما مصر تقود هذا العمل الجماعي لهذه الفترة من مؤتمر إلى المؤتمر التالي نيابة عن العالم، وتقدم دعما، تقدم دعما بالاستضافة وبالإمكانيات وأيضا بقدرتها السياسية والدبلوماسية. نعم. في تسهيل توصل الدول لتوافقات تعود على البشرية كلها بالفائدة وتحميها من الآثار المدمرة التي قد تلحق بها مستقبلا إن لم نتحرك باستعجال وبإدراك لخطورة التحدي المستقبلي في مجال تغير المناخ. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف كوب 27، شكرا جزيلا يا فندم على يعني وجود حضرتك معنا على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، شكرا جزيلا لحضرتك، ومشاهدينا متواصلين مع حضراتكم في هذه المتابعة لكل ما يتعلق
تتعلق بتفاصيل هذا المؤتمر المهم، المؤتمر الأبرز على الساحة العالمية، مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ المدينة الخضراء.